تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج ساعة اقتصاد. إذن عدد اليوم خصصناه للحديث عن القطاع الفلاحي، بالخصوص فاكهة العنب التي حققت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة وبأصناف مختلفة. هذا وأصبحت ولاية بومرداس من بين الولايات الرائدة في إنتاج هذه الفاكهة. للحديث أكثر عن هذه الشعبة مشاهدينا، أسعد باستضافة كل من السيد تونسي محمد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس. مرحبا بك السيد تونسي. شكرا لك. كما أسعد باستضافة السيد ناجم مصطفى منتج للعنب. مرحبا بك سيد ناجم. شكرا للدعوة وحسن الاستضافة. شكرا لك وشكرا لتلبية هذه الدعوة. كما أسعد باستضافة السيد سباوي الصادق الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين بولاية بومرداس. مرحبا بك السيد سباوي. شكرا لك، نشكركم على كرم الاستضافة وتحية طيبة أزفها إلى الإخوة المشاهدين. شكرا لك وشكرا لتلبية هذه الدعوة. إذن البداية بك سيد ناجم مصطفى، ربما نتحدث عن الكميات والأنواع المنتجة في الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان تكلمنا عن العنب في ولاية بومرداس، كل لاحظ هذا القفزة النوعية وفي الإنتاج. إذا كان تكلمنا عن الأنواع، هو اللي النوع اللي راه يعني معروف في ولاية بومرداس هو نوع صابال، إلى جانب ريد جلوب. كاين أنواع واحدة أخرين كما موسكا فيكتوريا، موسكا داتي، موسكا طاليان، موسكا ديطالي. إلى جانب كاين بعض الأصناف اللي راهم في السوق ولكن بكمية محدودة، نظرا للخصائص اللي تطلب باش ننتج، باش يكون إنتاج وفير. يعني مثلا عندنا البلاك ماجيك، عندنا ميشيل باليري، عندنا مثلا في ولاية بومرداس بالنسبة قليلة ثاني حمر بوامر هذاك. ولكن الأنواع اللي راهي في السوق اللي يعتمدوا عليها الفلاحين تاع ولاية بومرداس هي صابال ريد جلوب، الموسكا، والموسكا الموسكا الايطالي. هاد الثلاث انواع اللي راهم بقوه، يعني هذا اللي فيهم انتاج وفير، هذا الثلاث الانواع. نعم. اود اليك سيد سباوي، تحدث عن عده اصناف فيما يخص انتاج الكروم في ولايه بومرداس، لكن هل كل هذه الاصناف ناجحه في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هي ولايه بومرداس معروفه انها ولايه ذات طابع فلاحي بامتياز، وكذلك تعتبر الاولى وطنيا من حيث يعني انتاج الكروم، هي انتاج العنب اللي تقرب حوالي في السنوات السابقه كانت ما يقارب 48 او 47% من الانتاج الوطني كان يجني من ولايه بومرداس. فلاحي ولايه بومرداس لهم احترافيه ولهم يعني مهنيه يعني جد راقيه في تطوير هذه الشعبه. كذلك كان هناك تجربه لكل الاصناف يعني على مستوى ولايه بومرداس من طرف الاخوه الفلاحين. يعني الاصناف اللي كان سماهم الاخ مصطفى ناجم اللي يعني جرب، انا رحت زرت المزرعه تقريبا كل الاصناف مجرب منهم، ولكن يبقى دائما الفلاح هذا هو منتج مهني بطابع تجاري. لابد انه يكون هناك بعض الاصناف اللي هي يقدر الانسان يعني تغطي له التكاليف تاعو ويكون عنده هامش من الربح. فبعض الاصناف اللي كان سماهم الاخ مصطفى حتى ولو، لكن الانتاجيه نتاعهم ضعيفه، وبالتالي تخلي الفلاح ما يغطيش التكاليف تاع الانتاج تاعهم، صافي يخلي بعض التجارب فيها يعني يخليها لكي يعني ياكل منها هو ولا بعض الاصدقاء ولا فقط. اما يعني الاصناف اللي هي تعتبر فلاحيه تجاريه هي مثلا ريد جلوب، صابال، كاردينال، موسكا داتي، هذو فيكتوريا، هذو هما الاصناف الكثيره اللي يعني توسعت في ولايه بومرداس. بالدرجه الاولى عندنا صابال، ثانيا عندنا ريد جلوب، ثالثا يجي الكاردينال، ومن بعد الموسكا وفيكتوريا وداتي. واش يميز كل نوع من هذا كل الأنواع؟ نوع من حيث الجوده ومن حيث الذوق. لانه احنا اليوم لابد من السوق لازم توجد لها، كاين اللي يحوس من حيث الكميه، كاين لانه دوك نقول لك ريد جلوب والصابال من حيث الانتاج، الانتاج تاعهم كبير ماشي كيما الموسكا، ماشي كيما الكاردينال. بصح كاين كي تعود في الذوق، الذوق نتاع الموسكا والذوق نتاع الكاردينال احسن من الذوق نتاع ريد جلوب ولا تاع الصابل. وبالتالي
المنتج اخونا المستهلك في السوق اللي يحتاج نوعين، هناك اللي يحتاج انه ياكل العنب وهناك اللي يحتاج ياكل الذوق، يعني هذه الاسباب اللي تلقى اختلاف في الاثمان في الاسعار في السوق. نقولوا تلقاي الموسكا والكارديو تلقايها غالي، السعر تاعو مرتفع مقارنه مع عصابة الاولى. هذا يرجع الى من حيث القدرة الإنتاجية تاع الكاردينال مع الصابال، القدرة الإنتاجية تاعو مرتفعة مقارنة مع موسكا ولا كاردينال، هذا هو اللي يدير الفرق هذا، وهذا شيء راجع إلى من حيث الإنتاج وكذلك من حيث الذوق. نعم، سنعود بالتفصيل إلى السعر مع سيد تونسي، لكن سيد ناجم، لكن قبل ذلك أتحول إلى سيد تونسي، ربما ما هي توقعات إنتاج فاكهة العنب هذه السنة، وهل هذه السنة كانت ربما استثنائية من ناحية الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص البري تاع العنب، يعني السنة سنة يعني كارثة إلا قعدنا على حسب كما رانا نشوفوا دوكا، كارثة كبيرة الحق حتى 4000 الكيلو. شوفي الفلاح مسكين يعني لا بيرود هذه وراه مضرور، ينحي عند تاعو يدير السوق يلقاها ب 4000، واش يخدم ب 4000؟ راه خاسر دافونس. 4000 عند الفلاح. عند الفلاح. لكن في الاسواق تجي يشوف هذا السبيكراتور، هذوما السبيكراتور، هذوما السبيكراتور راهم عايشين في البلاد. باهظة الثمن، نعم. هذو السبيكراتور راهم عايشين في البلاد، ما يخدم ما لو يجي يدي منا يحط هنا يدي فيها 5000 ولا 10000 الكيلو، والفلاح اللي ينتج عام كامل هو ينتج بالدواوة تاعو لوبري لوبري. يعني مجهودات الفلاح. قالوا لوبري مينيموم تاع كيلو عنب بالك يحق له 7000، 7000 حتى 8000 الكيلو في المزرعة. نعم. يعني تشوفي الفلاح مسكين وراه مضرورة. حنا واش فيما يخص كما قلت لا برودكسيون انتاج على السنه انتاج كبير الحمد لله رب العالمين، انا انتاج كبير وراه وما كاش بزاف السنه المرض، يعني المرض مخصوص ما كاش بزاف لي مالادي. الفلاح يعني الحمد لله جا روندمون كبيره، وشنو مخصوص في لي بري هذو لي بروبليم تاع لي بري اللي هما الفلاح يعني مضروب من جهدهم. يعني هل ممكن تعرف عن كميات الانتاج ربما بلغه الارقام؟ نعطي لك انا باريزون حنا كيما درنا بالك السنه هذه بالك لحقوا حتى ل 6 ملايين 6 مليون دو كانتو 7 ملايين قنطار في الولايه تاعنا اللي راهي بار روندمون مايان دو 270 قنطار حتى ل 500 قنطار في القطار. نعم. يعني مقارنة بين صابان والكاردينال، وصابان هو اللي فيه لي روندمون بزاف. نعم. صابان وليد جروب. يعني يلحق حتى ل 500 قنطار في القطار. كيما الكاردينال يلحق 270 350 ما يزيدش. نعم. يعني كاين لي روندمون لاباس بهم. لكن مقارنة بالسنوات الماضية. السنوات الماضية لا لا السنة خير من العام اللي فات. العام اللي فات ما لحقناش، لحقنا بالك 3 مليون 500 ولا دو كانتو. مي السنة الحمد لله بالك نلحقوا حتى ل 6 ملايين قنطار في. نعم. اعود الى السيد ناجم مصطفى. سيد ناجم، ربما تحدث عن السعر، هو سعر رخيص مقارنه بالمجهودات التي تقومون بها على مستوى المزرعه، لو تفصل بشكل اكبر في هذه النقطه. فيما يخص الاسعار، الاسعار هذه اللي هو المشكل العويص تاع الفلاحين. نلقاه شوف احنا نخدموا ناخذ كما يقولوا خذينا المسار التقني، الفلاحين راهم يخدموا واجتهدوا، النتيجه هي المستوى اللي رفع تاع الانتاج اللي لحقنا عليه. يعني نقيسوا العمل تاعنا بالنتائج. نعم. والمشكل هم الاسعار. الاسعار دوك حنا ما فهمناش الا كاش مشكل تاع تسويق، كاين وسطاء بين الفلاح والمستهلك. يعني انت كمنتج كيفاش تسوق؟ انا رايي الخاص الشيء اللي راني نلاحظ فيه هو كاين وسطاء اللي راهم دخلوا في 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 عمليه البيع. هذه عمليه البيع اذا كان هاو رئيس الغرفه اعطاكم وشيد باش المعطيات والشيء اللي قالوا السيد وزير التجاره
نعم، كان تحدث وزير التجارة عن استحداث فضاءات تجارية تكون بمثابة أسواق ربما موسمية لتمكين الفلاحين من تسويق منتوجاتهم. ربما هذه الخطوة كيفاش تكون بالنسبة لكم؟ احنا هو جاء وشاف وطلع على الأسعار في الميدان، يعني ما يعطولوش معلومات، ولا جاء للميدان وجاء للسوق وشاف لاحظ بعينه، قال العنب ب 4000، لقى ب 6000، لقى ب 10000. المستهلك راه يشري فيه ب 25 و30 ألف. نعم، انا نشوفوا فيها، يعني رانا كامل مستهلكين ورانا نشوفوا باللي الاسعار ماهيش تعكس واش راك تهضر. يعطيك الصحة. دوك حنا مبيد الوزير وهبط للميدان وشاف بعينه، انا ما نهضرش. لا لا، انت كما نقولوا منتج، ربما هل ممكن انه نعرفوا انه ربما الارباح، هل الارباح حقا تعكس المجهودات تاعكم؟ لا شوفي، لكن قارنا الارباح العنب نعطيها لك يعني رسميه كيف انا كفلاح كمنتج. منتج نعم. العنب تحت 10000، الفلاح راه في الخانه الحمراء. الا كان بعد تحت 10000، الفلاح يكوفري ليفري تاعو العام الجاي باش يعاود يديماري ما يلقاش. وهذا راه الفلاح راه يستثمر، النتائج راهي كاينه. نعم. النوعيه النوعيه كاينه. ولحقنا للمستوى، يعني اللي الحمد لله الدوله كان طمع. ما احنا اصلا كفلاحين كنا نولوا غير السنوات الماضيه، السنوات اللي فاتوا ما كناش نحلموا بالانتاج هذا. اين هو الخلل سيد سباوي؟ ربما هو كمنتج راه يقوم بمجهودات فيما يخص ربما تحقيق انتاج وفير في هذه الفاكهه، لكن يقابل انه السعر يبيع بسعر رخيص جدا، وفي المقابل تلقى ناس يبيعوا فيه باسعار خياليه في الاسواق. شوفي اختي، لكان احنا دائما نقول لمحه صغيره على الامور هذه، انه في ولايه بومرداس هناك ما يقارب ال 20000 هكتار مساحة نتاع الكروم، عندنا 18 او 17000 دخلت مرحلة الانتاج. نعم. وهناك يعني ال 2000 او 3000 هكتار اللي راح تدخل في السنوات القليلة القادمة في مرحلة الانتاج. بقى يعني على العامل نتاع الاسعار، العامل نتاع الاسعار ما ادى الى هذا كاين امرين. الامر الاول هو ان يعني ربي سبحانه عز وجل اعطاني الفلاح الخير نتاعو، يعني كان انتاج وافر السنه هذه. نعم. يعني لقله الامراض كذا. وهناك العامل الثاني هو انه التغيرات المناخيه الحاليه ونقص المياه. نعم. للفلاحين باش يسقيوا الكروم نتاعهم، وكذلك يعني درجات الحراره المرتفعه في هذه الاونه الاخيره ادت الى الفلاحين لازم عليهم كامل يجنيوا العنب نتاعهم. واللي كان في السابق لما يكون الجو يعني معتدل ما تكونش درجة الحرارة مرتفعة، الفلاحين نحي بالعقل السلعة نتاعو. اليوم الفلاحين الأغلبية تاعهم راهم مضطرين في أقرب وقت لو كان ما ينحيش المحصول نتاعو ويديه للسوق يبيعو، قادر يمولي له كما نقولوا يخسر من التغيرات يعني درجة الحرارة المرتفعة. هذا شيء. وشيء ثاني أن هناك مساحات كبيرة، مساحات الله يبارك فلاحين خدموا وبرهنوا، لأنه احنا الأمانة. نعم. والمهمة المخولة لنا احنا كفلاحين هو توفير المنتوج. احنا اليوم ثبتنا ماشي غير في العنب، في الكثير من المنتوجات. نعم، لكن راه وفر المنتوج ولكن في المقابل المنتوج متوفر. نعم. ونبيعوا فيه باسعار وسمو. والاشكال وين راهو؟ اليوم حتى الفلاح راه يتقاملوا الكيلوغرام تاع العنب ب 70 دينار. نعم. باش يديها باش الربح نتاعو سيدي ما نبيعوهش ب 10000، نبيعوه ب 9000 ب 90 دينار. اتمنى انه الاخي المستهلك المواطن ياكلوا ب 120 دينار 130 دينار. نعم. هذا المواطن اللي يعود ياكل عنب ب 120 ولا 130 دينار عوض ان ياكل 1 كيلوغرام ياكل 2 كيلوغرام. نعم. وبالتالي الفلاح سوق المنتوج نتاعو والمستهلك كلا العنب. لما اللي يدي علب على الفلاح يشريه ب 5000 ويديه يبيعوه ب 25000، هذاك الفلاح السيد اللي يكون ياكل غيوض ان يدي كيلوغرام يدي كيلو ولا يدي رطل. صافي ما يعاودش الكونسوماسيون الاستهلاك نتاع الماده تاع العنب راح تكون من طرف المستهلكين تكون ضعيفه، وبالتالي تتادي الى هبط السعر. هذو المضاربين اللي لابد لهم حل، وكاين عده حلول اللي ممكن بعض الحلول احنا عندنا مسؤوليه فيها، اللي لازم انه لابد الانسان يقولوا كل حاجه.
عندنا بعض المسؤوليه انه لابد من تنظيم انفسنا في تعاونيات في كذا من اجل تسويق المنتوج بطريقه مباشره، ولا على الاقل يكون وسيط معتمد الى المستهلك باش نحافظوا على هذه تاع الاسعار. كذلك لابد ان نلجأ الى عمليه تصدير المنتوج، نلجأ كذلك الى تحويل المنتوج. هذه كامل كعوامل لابد تكون استراتيجيه واضحه من اجل حمايه، لانه المنتج الى خسر فوق 3 سنوات قضينا عليه. وشي اللي لحقنا وحققناه في عده سنوات وحنا نخدموا عليه ما لازمش نحطموه في 3 سنوات. العام اللي فات السنه الماضيه الفلاح خسر بسبب تغيرات المناخيه، السنة يزيد يخسر بكساد المنتوج والاثمان، يعني اللي باع باسعار اللي ما تغطيش التكاليف نتاعو. احنا فكرنا في استراتيجيه من اجل حمايه المستهلك، بل لابد من اعداد استراتيجيه لكيفيه التقليل من التكاليف، تقليص التكاليف والرفع في القدرات الانتاجيه باش نجابه انه باش الفلاح يربح يديها مش الربح، والمستهلك ياكل باثمان معقوله للحفاظ على القدره الشرائيه. ولكن اذا كان بقاو هذو الوسطاء والمضاربين في الوسط، الفلاح لما يخسر راح يحبس ما يزيدش يخدم، وبالتالي ندخلوا في ازمه واحده اخرى. بالحديث عن الاجراءات سيد تونسي، خلال زياره وزير التجاره وترقيه الصادرات الى ولايه بومرداس اعلن عن استحداث فضاءات تجاريه تكون بمثابه اسواق موسميه، وذلك لتمكين الفلاحين من تسويق منتوجاتهم باريحيه للمستهلكين. ربما ما مدى اهميه ذلك، ولماذا لم تاتي هذه الخطوه قبل مجيء الوزير؟ فيما يخص الاسواق اللي هضرنا مع السيد الوزير تاع التجاره، كان ونشكروا من هذا المنبر السيدة الوليه اللي عاونتنا، يعني عاونت الفلاحين بزاف فيما يخص السوق. كان السوق ما كانش سوق في بومرداس، كنا الناس كان الفلاحه كانوا ضايعين، كل واحد وين يدير المنتوج تاعو يبيعو، كاين تلقاه في الاوتوريتي يبيع في الطريقه كذا يبيع، ما شغل هامله يعني يكون البيع شغل. اليوم الحمد لله الوليه يعني مشات معنا وسمعت لنا ومدت امر وفتحوا سوق ما لقينا، نقولوا مخصوص شويه على كل حال بس كنت مضيق بزاف شويه ولا غير، بصح كمان كاين سوق. والناس راهي تدير المنتج تاعها الانتاج تاعها باش تبيعو تما. مع السيد الوزير هضرنا وقلنا كاين واحد البلاصه تما في برج منايل، يعني في بالك فايته خمس قطارات ولا 6 قطارات اللي رايحين سي بروغرامي باش يديروها سوق. رانا نستنوا لو كان يولوا تما يعني الفلاحين يولوا لي مونداتير ولا الاخر بالك تسقم الحال على لي بري، باسكو لي بري دوك حنا علاش لي بري هذو راه مخلطه. الفلاح يجيب المنتج تاعو يبيعو تما، ما كاين لا مونداتير ما كاين والو، يبيع وحده كنقولوا ما يعرفش، فهمتي تما اللي راه ماسيه شويه الحاله، بيرتيربي شويه الحاله. حنا ماذا بينا يكونوا لي مونداتير، كل واحد لي مونداتير تدي السلعه تاعك تحطيها تمايا، هو يبيع لك السلعه تاعك وتخلصي ومنها، فهمتي يكون نظام نظام السوق. لكن هذا هو نظام السوق. سيد تونسي، ما هي المجهودات المقدمه من طرف الغرفه الفلاحيه للولايه لهؤلاء ربما الفلاحين اللي يقدموا ربما مجهودات في الميدان، في المقابل يستناو انه يكون رده فعل ايجابيه للمضي قدما في تحقيق هذا الانتاج وتعزيزه في مستقبل الغرفه فلاح. الغرفه واتحاد الفلاحين يعني مشينا درنا خطوه، واش قلت لك مشينا مع الوليه وسمعت لنا ودارت مجهود باش فتحت السوق. ما كاش وين ندير السوق، السوق هذا يعني دار شويه حاجه مليحه للفلاحين. كانوا لقاو الناس وين يدوا المنتج تاعهم باش يبيعوه، بكري ما كان العام اللي فات ولا الاخر ما كاش الناس كل واحد وين يبيع، واحد يروح للسوق بالك شغل من العيد، واحد يبيع في الطريق، واحد يبيع في لابارسيل تاعو، كل واحد وين. من السنه الحمد لله لقينا درنا سوق وين الناس الفلاحين كاع راهم ثما. دوك دوك باغ اكزومبل السوق تاعنا تاع برج منايل هذاك بالك تلقاه بالك 58 ولايه تجي ثما يدو يشرو من الفم. وشنو ما كاش نظام عليك اللي مخصص شويه. احنا كغرفه وكاتحاد الاخر يعني رانا نديروا مجهودات باش نزيدوا نشوفوا مع الوليه الاخر باش نسيونا نواسوا شويه باش نفتحوا سوق جديد هذاك اللي رانا نقول لك عليه. شكرا لك سيد تونسي. اعود لك سيد ناجم مصطفى، ربما امام هذه المتغيرات وربما العوائق اللي تعيق ربما عمليه بيع وتسويق المنتوج، ربما كيف يتم من قبل، كيفاش كنتوا تسوقوا هذا المنتوج؟ التسويق من قبل كان الفلاحين كان عندهم حوالي 3 نقاط هنا في الوسط، سوق بوقرة رافيقو، كان عندهم سوق الكاليتوس وسوق الحطاطبه.
الاسواق يعني خارج الوسط كانت عندهم سوق في الغرب، سوق شروم العيد وسوق تيغنيف ووهران، هذو الاسواق هذو اللي كان كاينين الناس مستثمرين لاباس بهم، عندهم كميه كبيره، مام حتى التسويق تاعهم يكون عبر كل الاسواق. يعني المنتوج تاعهم يروح عنده شبكه خاصه يتجه كل الاسواق، سواء في الشرق سواء في الوسط سواء في الغرب. ما عندهمش اسواق محدده. وثاني كاين بعض الاسواق اللي يعني في الكميات تكون غير البيع تاعها غير محدوده، يعني تدي كميه كبيره يسوقها عادي. بارابور هنا الاسواق تاعنا هنا في الوسط الكميات متوسطه يعني هذه هي. والفضاءات تاع التسويق يعني اللي راهي احنا في ولايه بومرتاس، يعني انت كمنتج كيفاش تسوق المنتوج تاعك؟ انا المنتج تاعي كاين كنا نخدموا نسوقوا لرافيكو بوكارا، سوق بوكارا، ومن بعد ولينا نخدموا لهنا البرج منايل. وبعض الاحيان عندي انا كمستثمر في لاهيه المنتوج تاعي نبيعو سيربي من المستثمره، نبيعو في الداخل المستثمره. كل انا باش نقص الخدمه على روحي تما لازم نبيع المنتوج تاعي، وعندي التزامات واحد اخرين، عندي حوايج اخرين لازم نخدمهم. نعم يعني انت تعتمد على عمليه انه يكون من المنتج الى المستهلك مباشره. انا للتاجر الجمله، ومن بعد المنتجر الجمله يديطيه هو اللي يعاود البيع. ربما كيفاش اثرت الارتفاع في درجات الحراره على المنتوج؟ كيف كانت تأثير ذلك؟ والله شو نقول لك، شوف الأحوال الجوية الظاهرة هذه التغيرات المناخية. التغيرات يعني المناخية هذه تشوف هدرنا عليها ماشي اليوم، هدرنا عليها سنين، وكل ما كل عام راهي تزيد. ونظن باللي شوف الدولة، وهذا نداء من هذا المنبر، لازم ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. شيء خطير ولازم نواجهوه. الدولة لازم شفت توصل الوسائل تاعها وتوقف مال الفلاح، خاصة في لي زوتوريزاسيون تاع لي فوراج والسدود ولي روتوني. حتى السدود الكبيرة دوكا ولات ما عندهاش فعالية. لازم لي روتوني. إلا دير سد كبير، حنا الأمطار إلا لاحظتوا في الآونة الأخيرة راهي تطيح مثلا تاع موسم تاع فص كومبلي، تطيح لك في ساعة ولا في ساعتين ولا في نص نهار. معناتها كي يكون سد كبير ما راحش يستوعب الكميات وما راحش تجي. دوك الفلاحين الا عاونوهم وساعدوهم عطوهم لي زوتوريزاسيون باش يخدموا لي روتوني، يعني كل فلاح يسي يخدم لي روتوني تاعو. وحنا في بلادي اللي قاطع نجحت. نجحت ونجحت والسنة يعني الحمد لله كاين بعض الفلاحين صوفا المنتوج تاعهم الحمد لله. الحمد لله. نعم، أود لك سيد سباوي تحدث عن التغيرات المناخية ربما تأثيرها على منتوج فاكهة العنب أو ككل، ربما الإنتاج الفلاحي ككل تأثر بهذه التغيرات المناخية، ربما ما هي الإجراءات التي تقومون بها كاتحاد ولائي للاتحاد الوطني للفلاحين لمساعدة ويد وإعطاء يد المساعدة للفلاحين في تحقيق إنتاج وفير؟ شوفي، هو يعني التغيرات المناخية أثرت سلبيا على تقريبا كل المنتوجات، كل المنتوجات الفلاحية. أثرت حتى على الماء الشرب، مما أدى بالدولة الجزائرية وعلى رأس القيادة العليا للبلاد سيد عبد المجيد تبون، الذي أمر وأعطى تعليمات بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر من أجل تزويد الفلاحين بالماء الشرب، وكذلك أعطى تعليمات بعد ما يتوفر الماء الشرب لابد من اللجوء إلى التوسيع في المساحات المسقية، وهذا عن طريق إعداد برنامج لكيفية تزويد هذه المساحات لكي تسقى عن طريق سواء السدود الكبرى أو سواء على المجمعات المائية الصغرى أو عن طريق أو استعمال بعض الآبار اللي كانت تستعملهم مديرية الري تزويد بالماء الشرب. اليوم إذا كانت كاينة الكفاية بتحلية مياه البحر لتزويد المواطن الجزائري بالماء الشرب بإمكاننا استعمال هذه الكلام. كذلك لابد من إعداد استراتيجية. نحن كنقابة دائما طالبنا السلطات الوصية بإعداد استراتيجية كذلك من أجل يعني توفير شتلات أو بذور لتتقبل تحمل يعني نوعا ما الجفاف، لانه كاين ديفاليتي، كاين فاليتي تحمل الجفاف. احنا لابد ان تكون هناك استراتيجيه يعني ونحضروها يعني عن طريق خبراء ومكاتب دراسات لتوفير شتلات
وبذور اللي تكون عندها القابلية لتحمل الجفاف نوعا ما، لأن التغيرات المناخية خبراء راهم يقولوا يعني السنوات لازالت متواصلة، وبالتالي لابد أن نكونوا ما يبقاش إلا الفلاح وحده يجابه في التغيرات المناخية في الميدان، لابد يعني من إعداد استراتيجية من طرف الجهات الوصية كوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذلك وزارة الموارد المائية. يعني هناك حنا راه عندنا امل ان شاء الله انه الدوله الجزائريه يعني السنوات الاخيره كانت التفافه يعني حقيقيه من طرف السلطات العليا للبلاد للقطاع الفلاحي والفلاحين. نامل ان شاء الله تتم هذه الاصلاحات وزيد المزيد من الاصلاحات الاخرى ليقدر يستفيد منها الفلاح في هذا الامر. اما فيما يخص تسويق المنتوج، يعني وجهه نظرنا احنا كاتحاد الفلاحين ويعني اغلبيه الفلاحين انه الفلاح نخلوا له مهمه الانتاج ينتجنا، ما يقدرش نقولوا لما الفلاح انه يسوق هو منتوجه مباشره للمستهلك راح ناثروا كذلك سلبا على سيروره العمل تاعو في المستثمرات تاعو. ماذا واش لازم عبود علينا نفكروا؟ احنا دائما ما نتهربش من المسؤوليه، نحن كفلاحين لنا جزء من المسؤوليه. لابد من ايجاد اليات لتسويق المنتوج، الفلاح نخلوه ينتج ونخلقوا فضاءات واليات اللي تكون مقننه ومراقبه لتوصل المنتوج للمستهلك باش ياكلوا باسعار بعد على بعضها. نعم سيد سباوي، سنتحدث بالتفصيل عن هذه الاليات التي تحمي الفلاح في تسويق ربما منتوجه بشكل افضل، لكن في الجزء الثاني. اذا مشاهدينا الكرام نذهب فاصل ونواصل بقيه النقاش. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام لاستكمال الحديث عن فاكهة العنب التي حققت قفزة نوعية في هذه السنة. إذا سيد سباوي، كنا نتحدث في الجزء الأول أنه لابد من آليات جديدة لتسويق منتوج الفلاحي، ربما ما هي هذه الآليات؟ شوفي الأخت، قلنا الحنا المنتج لابد من الحفاظ عليه باش يقعد ينتج ويقعد تكون تكلفوه بمهمة واحدة. الطريقة لابد من استحداث مؤسسات فلاحيه تجاريه وتكون يعني معتمده بالوثائق نتاعها بالعمل نتاعها، تكون كاين لا تراسابيليتي كيفاش تسوق المنتوج، تكون مراقبه شديده من طرف وزاره ومديريه التجاره اللي تراقبوا شحال الاثمان اللي شرا بهم، كذلك انشاء تعاونيات للفلاحين لتسويق المنتوج، يصبح لما حتى تعاونيات التموين والتسويق، تمول الفلاح بالمواد الأولية والمدخلات باش يخدم في المزرعة نتاعو، راح يكون هنا يسبب في تقليص بفاتورة التكاليف. اللي قال مثلا أنه العنب يستقام 70 دينار الكيلو يصبح يسوى 60، يستقام 60 دينار للكيلوغرام، أنا ربحنا 10 دينار. وبعد يعود التسويق مجال التسويق، انه هذه التعاونيات محدد لها هامش الربح ب 15%، ما تفوتش نسبه 15%، هي اللي يكون تدي المنتوج وتديه توظبو، دير التوظيف والتغليف كذلك، وتوزعوا على مثلا لي سوبر ماركات، توزعوا على لي سوبيرات، توزعوا حتى على الاسواق كذا، ويكون انه المواطن الفلاح لما يعود ديجا هنا ربحنا 10 دينار في تكاليف ويزيد يدي 10 دينار في المنتوج، يصبح ب 80 دينار او ب 85 دينار المنتوج كيبيعوا الفلاح او المستفيد، ويصبح كذلك لما ب 85 دينار ولا ب 80 دينار يسوقوا الفلاح ويوصل للمستهلك باسعار لا باس بها. نعم. لما يعود المستهلك ياكل مال العنب منتوج العنب ب 100 دينار، يعود كذلك الباش يستهلك كيلوغرام، يستهلك كيلوغرام، لانه نروحوا ونرجعوا انه السوق يتحكم فيه قانون العرض والطلب. هذه ما يقدرش واحد يغيره. لابد هنا واش لازم علينا احنا نجتهدوا، اليات كيفيه التقليل من تكاليف الانتاج والرفع في القدرات الانتاجيه وتقنين واحداث اليات للتسويق اللي تكون مضبطه ومضبوطه ومراقبه لكي يدي لكل ذي حق حقه. نعم، في هذا النقطة سيد تونسي، تحدث سيد سباوي على آليات جد مهمة ربما تخلي المنتج يقوم بمهامه والتاجر يقوم بمهامه أيضا، ربما ما مانع من تحقيق هذه الآليات؟ تحقيق لازم، واش لازم لازم الدولة تعاوننا. مثال واش راه قال لك سيد الأمين العام
السيد الامين الولائي تاع اتحاد الفلاحين، يعني يكون برنامج يكون نظامي، يكون فهمتي بين الاداره والفلاح والغرفه والاتحاد، يكون ما كاينش تاطير وتنظيم لهذه يكون نظام، لازم يكون نظام. حنا كغرفه كغرفه حنا نمشي مع الفلاح، لازم حنا في الالحاق حنا لازم نعاونوا الفلاح، نمشي مع الفلاح نعاونوا نمشوا نوروا له نشكو فهمتي. نعم، وشنو هي مهام غرفه الفلاحه في هذا النقطه؟ المهمه تاع الغرفه هذه هي حنا نمشوا مع الفلاح وين يكون الفلاح حاصل سواء تكنيكمون سواء حاجه لازم نعاونوه. السنديكا من جهه اخرى السنديكا تضرب عليه تعاونوا الفلاح مع الاداره مع الاخر، هي تدافع عليه. احنا كغرفه احنا نمشوا في الميدان. نعم، احنا في التكنيك في الاخر نمشوا مع الفلاح تاعنا، وميم فيما يخص الادويه ايضا الادويه. نعم، في كل حاجه احنا لازم نمشوا مع الفلاح تاعنا باش يكون يعني لاباس بها كما نقول. نعم، خلينا نشوفوا سيد ناجم ربما شنو هي العراقيل اللي تواجه ربما انتاج هذه الفاكهه في الجزائر ككل. في القطاع، شوف في العنب. نعم، في الشعبه تاع العنب كاين، ما نهضروش على التسويق، انا تكلمنا عليه كثير ونورمالمون المشكل هذا ان شاء الله يكون عنده حل. كاين مشكل تاع الاسمده. نعم، والادويه لي برودوي فيتو هذا. انا واش راني نشوف، يعني كل عام رانا نشوفوا زيادات في الاسمده. الاسمده جل الاسعار تاعها السومه تاعها بعدت ولات خياليه. نعم، ولا كان الفلاح استغنى الاسمده هذا، شوف الانتاج هذا الشيء اللي حققناه ما حاش نزيدو نشوفوه. وكما يقولوا تاع بكري يقول لك دوام الحال من المحال. دوك الا كان الاسمده راهي تطلع لحقت وين 3 ملايين 30 الف دينار تاع لي غرانولي الصوليب، الاسمده المائيه لحقت حتى 8 ملايين. الناس شاتها ماشينوار في السوق السوداء وخدمت وكملت البرنامج تاعها تاع التسميد باش تلحق النتيجه هذه. دوك الا كان قعدت الاسعار هذه كل عام تزيد، وتاع خاصه ثاني نزيدو نهضروا على البرودوي فيتو. دوك مثلا نهضروا تاع الادويه تاع الميليو ولا تاع اللويديوم ولا تاع لابوريتور تاع الشاو تاع الاخر، يعني فاقت التوقعات. كنا نشروها ب 600 الف 700 الف، حتى ولينا نشرو فيها 4 ملايين 5 ملايين تاين 3 ملايين. كاين ادويه مثلا اللي عندهم لا دار تاعهم لا دار افور ريكولت، تسمى هذوك الفلاحين يحتاجوها دي برودوي، اللي مثلا الفلاح اللي يكون باغي ينحي المنتوج تاعو، يعني كاين ادويه مثلا تقدر تديريهم بعد 3 ايام 4 ايام تنحي عادي. هذوك ادويه نستغلوهم ولا زادوا لهم في الاسعار تاعهم. دوك حنا الا كانت ما كانتش مراجعه وكانتش مراقبه في هذا الشيء، الفلاح راه خاسر. هذه هي بو. ثاني الا كان الفلاح ينقص في الدواء معناتها يكون عنده المرض، والا كان عنده المرض معناتها نقص في الانتاج. نعم، بالحديث عن المرض سيد ناجم تحدثت انه خلال السنوات الماضيه كان الانتاج ضئيل مقارنه بهذه السنه، ربما ما هي اسباب ذلك وكيف تمت معالجه ذلك الامر؟ شوف الاسباب هي لكن العام اللي يكون فيه تكون فيها امراض نسبه الرطوبه ذاك العام تكون عاليه. نعم، اذا كانت نسبه الرطوبه يكون مثلا في الفصل في الربيع ماي ابريل يكون الشتاء تكون امطار، يعني كميه امطار في الموسم هذاك في الوقت تاع التفتح تاع البراعم تاع النبته حتى لا فلوريسون، حتى كي تنور وبعد لا فلوريسون، هذيك هي المنطقه الحساسه تاع النبته. دوموندي رعايه ودوموندي برنامج سواء تاع تسميد وسواء تاع وقايه خاص. وفي الفتره هذيك كاين وين يكون نسبه الرطوبه في الفصل هذاك عاليه، وين كاين وين فلاحين بعض التهاون ولا كيفاش راني نحكي لك يلقى الدواء غالي ولا ينقص شويه يكون هناك تلف يكون خلل في البرنامج تاعو. نعم، سواء الانتاج يكون ناقص سواء تروح له كامل. نعم، المنتوج كل المنتوج تاعو. نعم، عاود لك سيد سباوي، تحدث انه هناك سوق سوداء لشراء ربما الاسمده والادويه الخاصه بالمنتجات الفلاحيه، ربما اليس هناك ربما سوق معين لتوفير ذلك؟ هناك اسواق. هناك برنامج. نعم، وهناك برنامج مضبوط من طرف الدوله اللي يحدد الادويه
والأسمدة المستعملة، خصوصا في الأسمدة هناك دعم من طرف الدولة بنسبة 5600 دينار في القنطار في وسمو في لا ماشي في الصليب في الاخر في الجرانيت وفي الصليب محدده بنسبه 50%. ولا وهذا لابد انك تكون عندك بطاقه فلاح وتجوز للغرفه الفلاحيه تدي لا في سينياليتيك، ومن بعد تجوز عند ممثل مديريه المصالح الفلاحيه رئيس القسيمه اللي باش يعطيك لوتوريزاسيون باش تستفيد من هذا الدعم وتدي لي زونغري. يبقى هناك الصالح والطالح موجود في كل جهه. هناك ناس اللي تتعامل بالطريقه هذه، كذلك هناك مشكل اللي موجود على مستوى ولايه بومرداس انه اغلب الفلاحين ما عندهمش وثائق او عقود اللي تثبت الملكيه تاعهم في الاراضي، وبالتالي يخدم الفلاحه هو ما عندوش بطاقه فلاح وكان عائق ما قدرش يستفيد من البرنامج تاع الدعم هذا، صافي يولي يشريه في السوق هذه. ولكن احنا من هذا المنبر نطالب انه هذه الاسمده تدخل ضمن برنامج الدعم، مثل الدعم تاع الكهرباء، مثل الدعم تاع المازوت، مثل الدعم تاع الوقود، يعود يحدد الثمن تاعو ويدعم في لاسورس، ما يبقاش الفلاح يوميا يجري رداف رمة من الوثائق باش يستفيد من هذه. كذلك فيما يخص الادويه وغير ذلك، فاحنا واش نطالبنا مرارا ومازال نطالب، وكان حتى السيد رئيس الجمهوريه يعني يطالب فتح الاستثمار حتى بشراكات اجنبيه من اجل يعني صنع هذه الادويه او صنع الاسمده محليا هنا الداخل. وهذا اللي يقدر يكون ينقص في التكاليف. كذلك تكلمنا على انشاء التعاونيات الفلاحيه، فالتعاونيات الفلاحيه هذه تقلل من التكاليف. هذه الشيء اللي لابد انه توصل لهذه النتيجه، لابد نلجؤ لها. احنا نقول عندنا الوفره في الانتاج. الوفره في الانتاج واش يقابلنا اليوم فيها؟ احنا هذه نعمه، يعني كي جات الوفره في الانتاج وخدمنا نعتبروها نعمه، ولكن للاسف مع بعض الاخوان الفلاحين لما الاثمان عادت باقصى اصبحت نقمه. واش لازم باش نجابوها؟ لابد نجابوها باستراتيجيه نلجا الى الولوج الى الاسواق الدوليه والصناعه التحويليه. هذه تتطلب عامل يتضافر فيه الجهود الدوله بتكاتف جميع مع المنتجين. لابد من انشاء، لانه اليوم انا ندير مصنع تاع التحويل، لابد انت تضمن لي باللي توفر لي المنتوج تاعي للحول. قبل الحديث عن تحويل مصانع التحويل، ربما لديك تدخل سيد مصطفى. نعم، الدعم تاع الاسمده. سيد الامين ولايه تاع الفلاحين قال لك باللي الدعم كاين، صح كاين 500 5000 دينار الدعم، 5000 دينار الدوله دارت سعر مرجعي للقنطار. نعم، مثلا بمليون و300 الف، مليون و120 مليون و120 هذا السعر المرجع. ومن بعد في المارشي تلقاها ب 3 ملايين. هنا واش يطلب؟ واش يطلب هنا؟ لانه في السيد رئيس الجمهوريه دعم بنسبه 50%. وهي مشكلة على وزاره الفلاحه ووزاره التجاره ان توازن، هي دير 50% على حسب اللي بغى ب 3 ملايين او تلزم السوق تهبط للسعر المرجعي تاعها. دير توازن في هذا الامر. نعم، قبل الحديث عن ايضا الصناعه التحويليه في هذه الماده، ربما هل هناك شتلات التي تتحمل ربما الجفاف والتغيرات المناخيه السيد تونسي؟ فيما يخص احنا بكري نشفى ما كناش نسقوا هذا العنب، هذا ما ينسقاش بكري، واش ما كاش لي فاريتي هذو كاع اللي كاين. كان بكري كاردينال، كان داتي، كانت الموسكا، وكان احمر بو عمار. هذوما لي فاريتي اللي كانوا العنب بكري. هذه الاصناف كلها ناجحه في الولايه. الاصناف بكري ما كانش تنسقى. اليوم المناخ لا غالب، دوك الشتاء ما كاش بكري، نشفنا الشتاء كان يطيح شهر شهر ليل ونهار يطيح. اليوم ما كاش الشتاء، راه يطيح بالك يومين بالك في الشهر، ثلاث ايام في الشهر، يعني قليله بزاف. فوالا سي بور سا اللي الناس ولات تسقي لازم الاخر طوطر ما يديش. إلا ما سقاش اليوم الاخر العنب تاعو الاخر ما ينجحش، غير ما كان يخدم. في كل حاجه ماشي غير في العنبه، في الدلاع، في كل منتجات الفلاحه. كل منتجات الفلاحه لازم تنسقى اليوم. بكري ما ينسقاوش هذو، بكري الدلاع وما ينسقاش بكري.
البطيخ باش تنسقى بكري غير الماريشاج. نعم سيد تونسي، لكن امام هذه المتغيرات لابد من اتخاذ اجراءات لتفادي هذه الخسائر التي تاتي بسبب التغيرات المناخيه. ربما وش هي الاليات التي اتخذت على مستوى الضفه؟ احنا واش 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 نطلبوا من الدوله يعني تساعد الفلاحين في باش يحفروا الابارات لي فوراج هذو ولا الاخر ولا اللي واسمهم هذو لي باسان داكيميلاسيون، يعني باش الناس تلقى باش تسقي كيما طاح الشتاء ولا الاخر تلم شويه الاخر الماء تاعها في الصيف شهر ولا شهر ونص ولا تسقي. من اليوم ما كاش الناس يعني كان حنا بازون بومرداس على حسب ما نعرف انايا مدو يعني بالك عندنا بالك مدو بالك الى بزاف الى بزاف واحد سي فوراج برك ولا ست فوراج ما كاش يعني ما مشي مدو يعني كما لازم الحال مازال مخصوصين بزاف لي فوراج عند الفلاحين. كاين فلاح تلقى عنده 10 قطار تقدر شو قطار وما عندوش فوراج باش يسقي. نعم. الى يجيب السيتر يشري باش يسقي الاخر تاعو. يعني نقص بزاف في المياه. نعم. احنا لازم نطلبوا الدوله باش تعاون الفلاحين هذو فيما يطر فيما يخص الماء. نعم. في كل ما كاش ما يكونش مشكل ان شاء الله باذن الله. نعم. اعود اليك سيد ناجم، نتحدث عن الصناعه التحويليه لانتاج الكروم، ربما هل يتم ربما تحويل هذه المنتجات لدى المستثمرة أم لا؟ شوفي باش صراحة الصناعة التحويلية هنا في ما تقدر منعدمة. نقدر نقول لك نعطيك واش راه صاير ان بعض المنتجين تاع الكروم عندهم فائض. نعم. والفائض هذا كان الأسباب تاعو هضرنا عليه، سواء كان عنده مشكل تاع العنب مولالو ظاهرة تاع الجفاف هذه، واش عادي يبيع فيه بعض الشركات وبعض الخواص اللي عاودوا يخدموا فيه سواء في الجو ولا ليكستري تاع البارفان ولا ما لاباليش، وبعض الحوايج واحد اخرين ممكن ما الصناعة التحويلية. باش نقول لك كاين استراتيجية ولا حاجة ما كانش، مثلا نعطيك مثال حتى العنب تاع الكونفيتير ولا تاع هاد الانواع هذو هنا في الجزائر ما عندناش مازال. الشيء اللي راه يروح للصناعه التحويليه هو سواء فائض في الانتاج سواء منتوج غير قابل للاستهلاك. انت كمنتج الم تاتيك ربما عقود فيما يخص ربما انتاج ولا تحويل من مؤسسات تنتج المشروبات لهذا الكورو؟ لا لحد الان ما كاش. نعم. ما كاش من الناس اللي سمعنا بهم داروا. عاود لك سيد سباوي فيما يخص الصناعة التحويلية وأهمية ذلك خاصة أمام الطلب الكبير للعصائر فيما يخص الكروم. نعم. شوفي نتكلموا على الصناعة التحويلية ونتكلموا على تصدير المواد في المواد. نعم. خصوصا هنا كولاية بومرداس حاليا منتوج العنب. قلت لك الصناعة التحويلية ولا التصدير لابد من اعداد استراتيجيه. نعم. لانه اليوم انا ما نتكلموا بعض الاحيان ونقولوا نصدروا الفائض ولا نحولوا الفائض. لابد من مهنه نمتهنوها وهي اعداد منتوج من النهار اللي نغرسوه ماشيين به للتصدير تاعو، لانه تصدير المنتوج لاي دوله. نعم. هي عندها معايير. لابد اولا اعداد ما هي المنتوجات اللي قادرين نفسوا بها الاسواق الدوليه على المستوى المتوسط. نعم. ثانيا لابد من الاخذ بعين الاعتبار وتكون عندنا معلومه ما هي المعايير اللي يطلبوها اي دوله اللي راح نصدروا لها المنتوج تاعنا، باش حنا نتبعوا العمليه وتكون مرافقه دائمه من طرف خبراء او تقنيين لكيفيه المعالجه، كيفيه التسميد، كيفيه كذا، من اجل حصول على منتوج قابل للأسواق الدولية. وكذلك نحتاج ديمومة المنتوج تاعنا في السوق الدولية، لأن ظهور المنتوج تاعنا في السوق الدولية بعد يظهر غيابه راح يمس بالمصداقية تاع المنتوج تاعنا. كذلك لما ندو منتوج ونديروه للتصدير ويعاود يرجع لنا على أسباب أنه ماهوش مطابق للمعايير راح يمس بمصداقية المنتوج الجزائري. فهذه كانت تتطلب في إعداد استراتيجية، وباش نقدروا نديروا هذه الاستراتيجية ونخدموها كامل لابد من إنشاء تعاونيات فلاحية حقيقية اللي تقدر تقوم بهذه المهام. النقطة الثانية فيما يخص التحويل. نعم. التحويل احنا نتكلموا هذا المتعامل
الاقتصادي اللي راح يدير مصنع للتحويل. نعم. وهذا فلاح مستثمر ينتج مادة العنب باش يبيعها، هذا لازم يربح، وهذا لازم يربح، ما يجيش يدير لك مصنع لتحويل مادة العنب ومن بعد نتاع صناع نباع ب 4000 تبيعوا له العام الجاي ما تبيعولوش، ما يجيش يدير وزين ثاني ويخسر. لما نكونوا تنظيمات مهنيه في المستوى ومرافقه حقيقيه من طرف الاداره، مديريه المصالح الفلاحيه، وزاره الفلاحه الى غير ذلك، وتكون هناك تنسيق تام ومحكم، تكون اعداد استراتيجيه وتكون اتفاقيات. قال يا ودي حالهم المنتوج نشري عليكم انا ب 80 دينار للكيلوغرام، وكما مثلاً صار مع الطماطم الصناعيه، نجحت الدوله في الطماطم الصناعيه لما هناك برنامج مضبوط، اتفق معك تنتج لي كذا في العام، الا كاش ما طاح طارئ ولا ظروف قاهره تغيرات مناخيه ولا حاجه، وهناك كاين الخبره اللي تثبت تكون هناك عقود مباشره بين مع تعاونيات اللي يدير العقود باش هذا السيد يجي يدير لك مصنع. وكذلك قادرين نلجؤوا، لانه احنا لحقنا ولايه بومرداس لحقنا لواحد المستوى عالي، لانه احنا الشيء اللي بدينا نخدموا عليه شعارنا هو نحو انتاجيه اعلى ثم نوعيه افضل. الانتاجيه اعلى الحمد لله، النوعية أفضل الحمد لله. دونك واش مازالنا؟ مازالنا نروحوا لمرحلة أنه المنتوج تاعنا كيفية تخزينه، لابد تكون هناك تقنيات في المستوى كيفاش مدة المنتوج العنب هذا يتخزن لمدة شهر أو شهرين باش يولي الناس، وتكون كذلك لي كاباسيتي دو ستوكاج، يعني أماكن التخزين، قدرة تخزينية تكون موجودة. معليش لا نحينا كاع العنب في الأسبوع هذا، السوق تاعها نخزنوا جزء منه ونمشيو حتى باش نحافظوا على تموين السوق. كذلك باش نروحوا للتحويل ولا ليكسبورتاسيون كاين ظروف، العنب هذا كيتقطعوا لازم يكون هناك غرف تبريد اللي يدار فيه، كاين لي نورم لومبالاج تاعو، هذا شيء كامل يحتاج تكوين ويحتاج تنظيمات مهنيه اللي تقدر تقوم. اما فكره انه الفائض نحولوا او الفائض نبيعوا نصدروا ما كانش منها. لأننا لما اي دوله تقول لك انا نحتاج من عندك ندي قال مثلا 1 مليون طن تاع عنب ولا كانتو تاع عنب في العام لازم توفروا لي، ماشي عام تبيعوا ب 20000 ما تجيبليش، عام تبيعوا ب 5000 لا لا. نهار نقول هذه التنظيمات مساو المرافقه الحقيقيه والتنسيق المحكم ما بين كاع الفاعلين في القطاع، نقدروا ان شاء الله نقضيو ولا فرنا هذو وفرنا كلش. نعم، يعني تحدثت عن ربما اليات جد مهمه سيد التونسي باش ما نبقاوش مجرد افكار فقط، ربما شنو هي التحفيزات والتدابير والاجراءات المتخذه ربما لتطبيق هذه الاليات التي تحدث عنها السيد سباوي. فيما يخص واش قال السيد سباوي، يعني في الحقيقه هذاك هذا ولا احنا واش الهدف تاعنا؟ الهدف تاعنا باش الفلاح يكون مليح والمستهلك يكون مليح، ياكل حاجه مليحه وياكل حاجه رخيصه، فهمتي؟ يكون نظام كما قال لك، يكون فايض فازون في العنب، عندي دي فريغو ونستوكي ندير المنتج تاعي في لي فريغو باش نمشي في السوق، نمشي على حسب الاخر واش يصح السوق. احنا دي فوا احنا بازون لي فريغو باسكو العنب ما يدخلش في الفريغو، احنا عندنا حاجه وحده تدخل في الفريغو، عندنا غير ريد جروب اللي راهم يستوكو في الفريغو، هذاك يستوكو بيخرجوا في الشتاء والاخر، مي حاجه اخرى ما تستوكاش كيما الصابان والكاردينال الاخر ما يستوكاش في الفريغو. هذا هو المشكل تاع احنا، ماش نقول لك بالك يكونوا خبراء، بالك اللي يكونوا عندنا خبراء اللي يعني يطيقوا بالك يستوكو هذه لي فاريتي هذول اللي ما يستوكوش كاش حل كاش الاخر، ماذا بينا لو كان يستوكا بعض الحوايج هذو باش تكون دعوة يعني مليحه. مي فيما يخص العنب الاخر ما يستوكاش، لازم تبيعيه كما صابان كما الكاردينال كما فيكتوريا كما الداتي، راهم كاع ينباعوا. مي ريد جروب راه يدخل لك لي فريغو، كاين الناس راهم يستوكوا في لي فريغو، يعني ما كانش مشكل. فيما يخص هذا الاخر لازم يكون كما قلت تنسيق، التنسيق بين الاداره بين البروفيسيون بين الاخر باش يلقاو حل هذا، خاصة المنتجين اللي عندهم فائض في الإنتاج. هذا هو المشكلة. نعم، في هذا النقطة دائما تحدثنا عن الصناعة التحويلية سيد مصطفى، ماذا عن ربما الكميات المحولة إلى زبيب، خاصة أنه هذه المادة تعرف ارتفاع كبير في السعر؟
هي الشيء اللي راه يروح للصناعه التحويليه ما يروحش كزبيب، راه يروح كعصائر، عباره عن عصائر. نعم، لكن ماذا عن الزبيب؟ عن الزبيب شوف، هي باش دخلنا في الكرينو هذا تاع الزبيب لازم تكون برنامج كما قال السيد رئيس، لازم تكون لا فاريتي يعني الانواع المنتجه حاليا في الجزائر لا يمكن تحويلها. ما كاش حنا خدمنا سينا، حنا سينا انا في 2005 دخلت لا فاريتي ريغال اللي تشفلها الرئيس، هذيك سون بيبا ما فيهاش العظمه تاعها، دخلت جبناها درناها شغل شتين بلاتفورم ليسي تاع ليزيسي درناها فينالمون في المارشي ما مشات ماشي يكون المستهلك. حنايا باش ندوها للتحويليه ما كاش ما كاش مصانع اللي يخدموا الزبيب هنايا، يعني لازم لك الماتيريال زي لي سيشوار، لازم لهم كاين امور بعض كاين واحد لي باش يخرج المنتوج بريت. واش هو هذا اللي لا دخلنا في هذا الكرينو هذا تاع الزبيب والاخر، حاجه مليحه الفلاح راح يلقى في مجال واحد اخر يزيد يستثمر فيه. واش هو الا دخل في الماده في الكرينو هذا لازم له شوف لا فاريتي ولازم له المسار التقني تاعها سبيسيال بارابور للاخرين، الاخر تاع الكونسوماسيون لا فين دو طاب تاع العنب تاع الماكله. وشنو هو كرينو لاباس به يعني الحمد لله، لو كان حتى ينفيستيو فيه الفلاحين ويدخلوا فيه ويدخلوا فيه ما بين دخلوا في البرقوق ودخلوا في المشماش. نعم. ودخلوا في الاخر يعاودوا يولوا ليه. نعم. في نفس السياق سيد سباوي، ما المانع ربما من الاستثمار في هذا النوع من او الصنف من فاكهه العنب ربما لتحقيق ربما انتاج في الجزائر فيما يخص الزبيب؟ انا تكلمت لك جبل ربي اختصرت قبيله بلابد من تنظيم صناعه تحويليه وحدها، لكن الحين نحكيو على الزبيب. نعم. الزبيب صناعه تحويليه. نعم اكيد. اليوم لما توفر لي الاليه ونعرف كل واحد واش المطلوب منه، اخي المستثمر انت عليك دير لنا مصنع اللي يحول العنب الى زبيب. التعاونيه الفلاحيه عليها ان تحسس الفلاحين باللي اليوم لازم لك تربح، لابد لك انك تغرس هذو لي فاريتي. والتعاونيه الفلاحيه لابد عليها انها تبحث في من تجيب الشتلات تاع العنب وتجيب المسار التقني مع خبراء، كذلك التكوين والارشاد عن طريق الغرفه الفلاحيه، كذلك مديريه المصالح الفلاحيه لازم تساهم ميدانيا ماشي في المكاتب فقط. هذا الشيء كامل، العمل هذا كامل يخلينا نقنعوا الفلاح يعني يسلف، لابد من زيارات وتبادل خبره ومهارات مع بعض الدول. قال لما دير اقطار تاع عنب صنف اللي نديروه زبيب هاو شحال يستقام لك، هاو شحال تربح، هاو كذا، تخرط الناس في البرنامج هذا وتمشي العمليه. نعم استراتيجيه. نعم لابد انك هذا باش تخدم، مابقاش ان اليوم تركبني معاك في طوموبيل انا ما نشوف والو وانت تمشي سون فالو ولا سون سون ما نمشيش معاك. لابد ان تكون خارطه واضحه المعالم بالنسبه لي ومشاركه تكون الفاعلين، انه الفلاح هذا اليوم الفلاح راه واعي وشنو لازم له هامش يربح. كي تقنعوا باللي انت راك 4000 و5000 ها واش لازم لك ديرها، واش لازم لك ديرها، واش لازم لك دير، وهاوك شوف هاو الاختار تاع العنب تاع الزبيب شحال يطيح لك، هاو السومه شحال يشرو عليك، انت نخالط الناس في البرنامج هذا ويكون عندنا اقلاع حقيقي باذن الله. شكرا لك سيد سباوي على كل هذه المعطيات المقدمه، كما اشكر سيد تونسي محمد رئيس الغرفه الفلاحيه لولايه بومرداس، ايضا السيد ناجم مصطفى منتج للعنب. شكرا لك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام برنامج ساعة اقتصاد، متابعة طيبة لبقية البرامج، إلى اللقاء.